المجموعة الأولى اللي هي الأنتيبيوتيكات اللي تسوي inhibit cell wall synthesis، توقف تكوين جدار الخلية. وطبعا أنا كاتبها باللغة الإنجليزية كونها الدارجة طبيا حتى تكون أيضا بها فائدة لطلاب الطب، وأيضا دا ترجم حتى تفهمون أنتو يعني الجميع دا يفهمون الكلام. فتوقف تكوين جدار الخلية. طبعا هذا جدار الخلية لو جينا أخذنا مقطع من عنده، هذا جدار الخلية وجينا شفناه وكبرناه، راح نلقى هذا جدار الخلية يتكون من طبقات من مواد سكرية اسمها بيبتيدو غلايكان. بيبتيدو غلايكان، خلينا نكتبها بلون ثاني حتى تبين. البيبتيدو غلايكان، بيبتيدو غلايكان كان. هذا البيبتيدو غلايكان هي مواد سكرية قوية، لكن تحتاج حتى جدار الخلية يكون صلب وقوي وما يتدمر، تحتاج تصير لها عملية كروس لينك، مواد تبدأ تسوي عبارة عن ربط بين الأشرطة هذه، مثل عواميد البناء لما تربطها مع بعض وتقويها كمادة بناء قوية تصير، فتصير عملية كروس لينك. كروس لينك يعني ربط بيناتها. طيب هذه الكروس لينك تسويها مادة، تمام، اسمها، طبعا ليش دا أدخل بهذه التفاصيل اللي مهمة بالنسبة لنا، عندنا مادة مركب كيميائي، طبعاً ما راح أرسم المركب الكيميائي بشكل عام، ده أرسم مركب بسيط بس كفهم يعني، اسمها دي آلا رينج أو ستراكتشر. هذا المادة أو هذه المركب الكيميائي يدخل في عملية الكروس لينك، يعني هو من عنده راح تصير عملية الكروس لينك هذه. فهذه الدي آلا اللي قلنا هي المادة تستخدم بالكروس لينك، اللي تستخدم بربط البيبتيدو غلايكان حتى تقوي الجدار، ما راح تجي الوحدة الربط، تحتاج انزيم يقوم بهذه العملية. هذا الانزيم اللي نسمه بهذا الشكل، تمام، حتى نتذكره، هذا الانزيم اسمه ترانس بيبتيديز، تمام، بيبتيديز، وين تلقى ايز معناها انزيم، ترانس بيبتي هذه اي ترانسبيبتيديز. فالترانسبيبتيديز راح يقوم هذا الترانسبيبتيديز بربط هذه الدي آلا رينجز، تمام، يجوز المصطلحات جديدة على البعض، بس المهم يقوم بعملية الربط هذه، وبالتالي يصير عنده ستراكتشر قوي. هذا الستراكتشر أو هذا التركيب إلى القدرة أنه يصمد ويحافظ لك على البكتيريا. فالآن الأنتيبيوتيكات اللي تشتغل بعملية توقيف جدار أو تدمير جدار البكتيريا هي يا إما تشتغل على عملية الكروس لينك من خلال توقيف الترانسبيبتيديز، أو من خلال تشويه صورة أو تشويه شكل مركب الدي آلا هذا، وبالتالي ما يصير قادر على الربط، وبالتالي تتدمر أو الجدار يصير به فتحات. هو الهدف من الموضوع كله أنه الجدار يصير به فتحات، ولما يصير فتحات بهذا الجدار طبعا يبدأ الأوزموتيك بريشر داخل الخلية يتغير، اللي هو ضغط التناضح، يعني يبدأ الماء والمواد والأملاح تدخل بشكل عشوائي، وبالتالي تنفجر الخلية البكتيرية وتتشظ يعني بهذا الشكل البسيط بس حتى تفهموه. فهي هذه الفكرة من موضوع الانهبيت سيل وول سينثيسيس. فمجموعة اللي تشتغل على الترانس بيبتيديز تحتاج تستخدم مادة تشبه الدي آلا هذه، لكنه هي ليست مادة فعالة، هي مادة لما ترتبط بالأنزيم بالترانس بيبتيديز، هذا الأنزيم يكون مسؤول عن عملية الربط هذه بين البيبتيدو غلايكان، توقف هذا الأنزيم. تحتوي على مادة هذه المجموعة اسمها بيتا لاكتام. بيتا لاكتام تحتوي على مادة اسمها بيتا لاكتام. هذه البيتا لاكتام أو بيتا لاكتام رينج، حلقة البيتا لاكتام، هذه البيتا لاكتام عبارة عن مادة اللي نرسمها تشبه هذا المركب بس مو بشكل كامل، تمام، خلنا نرسمه كأنه مختلف شوية. طبعا هسه شوفكم الصور إلها. هذه البيتا لاكتام،
فالآن هذه المادة تشبه الديالة ديالة لكن هي ليست نفسها، وبالتالي لما ترتبط بهذا الإنزيم، لما تجي ترتبط بهذا الإنزيم راح تعمل على توقيفه مباشرة، وبالتالي صار غير قادر على العمل وغير قادر على أنه يؤدي واجبه، وبالتالي تموت الخلية. فتسمى بمجموعة البيتا لاكتام، تحتوي على أشهر الأنتيبايتيكات اللي تعرفوها مثل البنسلين، تمام، البنسلين، مثل الأموكسيسيلين. طبعا هنا انا دا انطي امثله مدى انطيها للحصر، مجموعه كبيره جدا تحتوي على اغلب الانتيبيوتيك اللي تعرفوها او الانتيبيوتيكات اللي تعرفوها، مثل الأموكسيسيلين، مثل النيفيسيلين. طبعا لها تفاصيل كثيره اضافيه لكن انا اشرحها بشكل مجمل، مثل مجموعه السيفالوسبورين، هذه كلها من مجموعة البيتا لاكتام، تحتوي على مجاميع البيتا لاكتام، وبالتالي وظيفتها أو طريقة عملها قريبة من خلال توقيف إنزيم الترانسبيبتيديز. طيب الفرق بيناتهم، شكل البيتا لاكتام يختلف من مجموعة لمجموعة، وبالتالي كل ما اختلف شكل البيتا لاكتام هنا البكتيريا ما راح تقدر تقاوم الدواء. طبعا البنسلين كان قبل يشتغل بشكل جيد جدا لكن الآن ما يشتغل على قسم كبير من البكتيريا لأنه اكتسبت مقاومة. وهنا لازم نذكر فكرة مقاومة البكتيريا. شنو مقاومة البكتيريا؟ مقاومة البكتيريا أنه البكتيريا تعرف طريقة عمل هذا الأنتيبيوتيك يعني تصير عندها قدرة على مجابهته. شون كمثال هسه هذا أو مادة البيتا لاكتام هذه اللي ذكرناها اللي كانت مسؤولة، هذه مادة البيتا لاكتام اللي كانت تقتل أو آسف مو تقتل تخرب أو تدمر الترانسبيبتيديز اللي هو الأنزيم اللي كان مسؤول عن الكروس لينك وبالتالي تقوية جدار الخلية. الآن البكتيريا سوت لك مادة أو سوت أنزيم، هذا الأنزيم وظيفته يكسر البيتا لاكتام حتى يحمي البكتيريا من هذه المادة. يعني خلينا نرسمها بهذا الشكل كأنه يريد يلتهم، تمام، البيتا لاكتام كأنه يريد يلتهم البيتا. يلا يعني نرسم العيون، هذا ما أدري شلون صار، شو ما أحس جميل، نرجع نمسحها، وكأنه يريد يلتهم، تمام، البيتا لاكتام. هذا الإنزيم اسمه بيتا، انتبهوا على الاسم مهم، اسمه بيتا لاكتميز، بيتا لاكتميز يعني انزيم القادر على التهام البيتا لاكتام. فهذا البيتا لاكتميز هو المسؤول عن مقاومة البكتيريا لهذه المجموعة. فهنا العلماء جابوا لنا انتيبايتيكات ثانية من نفس خلينا نقول المجموعة، يعني نفس الطريقة، هي تحتوي على البيتا لاكتام لكن ضافوا لها صيغ كيميائية ثانية غيرت من شكل البيتا لاكتام حتى هذا الأنزيم اللي تقاوم به البكتيريا ما يعمل، وبالتالي نحاول ننطي مقاومة إضافية لهذه المجموعة، وبالتالي صارت مجموعة كمثال السيفالوسبورينز من أقوى المجاميع لأنه شكلها يختلف عن مجموعة البنسلين. وراح أعطيكم أمثلة حتى تشوفوها، خليت لكم إياها، تمام، هذه صورة جبتها من هذا الموقع كمثال. فالآن لو تشوفون البيتا لاكتام رينج، طبعا هذا الديالة الشكل الأساسي إلها، والآن لو نشوف البيتا لاكتام اللي موجودة بالبنسلين، شوفوا بهذه الصيغة اللي موجودة بالسيفالوسبورينز إذا تلاحظون، فصارت عندنا هنا إذا تلاحظون صيغ كيميائية إضافية ثانية تختلف عن الصيغ الموجودة في هذا المكان، وبالتالي صارت إلها القدرة على المقاومة أكثر، لأن لما تغير الصيغ الكيميائية الأنزيم يا إما ما يشتغل بكفاءة أو ما يشتغل أصلا على هذه المادة وبالتالي تتغير. فهذه مجموعة أعطيتكم كمثال على التغييرات اللي صارت الكيميائية إلها. طيب فنرجع للفكرة هذه، فبهذه الطريقة تقاوم البكتيريا مجموعة البيتا لاكتام. طيب فهذه عندنا قلنا المجاميع الأساسية اللي موجودة بيها، تمام. طبعا هنا موجودة أيضا أنتيبايتيكات مهمة مثل مجموعة البينيم، مثل إميبينيم وغيرها.
اللي تعتبر من أقوى الأنتيبايتيكات اللي عندنا، اللي ما نستخدمها إلا في الحالات الطارئة لأن ما أريد يصير ريزيستنس إلها. مجموعة السيفالوسبورينز اللي تأتوا على مجاميع مهمة، فيرست جينيريشن، سكند جينيريشن، ثيرد جينيريشن، فورث جينيريشن، فيث جينيريشن سيفالوسبورينز، مثل أنتيبايتيك مشهور اسمه سافترياكسون اللي هو ثيرد جينيريشن سيفالوسبورينز، مستخدم في أمراض كثيرة. فهذا بالنسبة لمجموعة الانهبت سيل وول سينثيسيز من مجموعة البتا لاكتام. طبعا إضافة لذلك نسيت أذكر أموكسيسيلين وبعض الأنتيبايتيكات الثانية ضفنا لها مواد ثانية تساعد هذه الأنتيبايتيكات تسويها أقوى، اللي هو مثل الكلافيلونيك أسيد اللي يوقف البتا لاكتاميز، عبارة عن بتا لاكتاميز انهبتر، مادة مباشرة توقف هذا الأنزيم اللي يكسر البنسلين أو يكسر مادة الفعالة بالبنسلين. انسلين فضفناها الى الكلافيلونيك اسيد وبالتالي انطى مقاومه اكثر. فهذه المجموعه لانها تحتوي على مجموعه سولفيت في تركيبها مجموعه مشهوره جدا انه تسوي لك الرجي، هذه مجموعه مشهوره كسايد افكت انه تسوي لك هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. خليني اكتبها بلون ثاني افضل، مجموعه تسوي لك هايبر سنسيتيفيتي رياكشن وتسوي لك الرجي، وممكن تؤدي لك الى انفلاكتيك شوك في بعض الاشخاص. ولذلك مهم جدا تعرف اذا شخص عنده حساسيه من البنسلين، سنسيتيفيتي هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. وايضا مشهوره انه مقسم من عدها تسوي لك هيموليتيك انيميا لانها ايضا تؤدي لك الى تأثير على الريد بلاد سيلز وبالتالي تؤدي لك تأثير مناعي وتكسر في كريات الدم الحمراء. فهذا بالنسبة للبتا لاكتام. عندنا مجموعة ثانية اللي تعمل على توقيف الديالا رينج، أو اللي هذه قلنا اللي هي عبارة عن مادة اللي يستخدمها أو تستخدمها الخلية حتى تعمل مباشرة بايند، تمام، بايند تو تي آلا اللي قلنا هاي المادة المسؤولة عن ربط الببتيدوغلايكان بتاع تقوية جدار الخلية، مثل دواء مشهور عندنا اسمه فينكومايسين. خلينا نكتب باللون الأحمر اسمه فينكومايسين، اللي هو عبارة مباشرة يأتي هذا الدواء ويربط أو ينربط بهذا التركيب وبالتالي يؤدي لك إلى تشوه في هذا التركيب، وبالتالي لما يتشوه تركيب الديالة هذا ما راح يقدر يكون لك كروس لينك، وبالتالي نوقف نفس الطريقة عملية تقوية الببتيدوغلايكان وبالتالي تدمر جدار الخلية. لكن هذا ما يشتغل مثل مجموعة البيتا لاكتام، هذا لا يشتغل على المادة نفسها الديالة اللي تنتجها البكتيريا ويدمرها وبالتالي من الأساس يوقف العملية، تمام. مثل هذا قلنا الفينكومايسين طبعا دواء مشهور نستخدمه في حالات خطرة جدا، مثل طبعا أكثر الوقت ينطي آي في، مثل حالة المارسا اللي هو ميثاسيلين ريزيستنس، ستاف أورياس اللي هي بكتيريا قوية جدا مجموعة ستاف لوكوكس أورياس اللي تسبب لك مشاكل أيضا وأمراض خطرة، فهذه نستخدم بها الفينكومايسين. وطبعا هذا الفينكومايسين إلى استخدامات واسعة غير أيضا فقط المرسى، لكن أشهر شيء مشهور للمرسى. وأيضا هذا إلى سايد افكت مشهور يسوي ما يسمى بريد، خلنا نرسمه بلون ثاني السايد افكت حتى تتذكروا، يؤدي لك إلى ريد. ما طبعا انا اعطيكم بولت بوينت، ما اعطيكم كامل الكلام لاني طول شرحه، فقط اعطيكم مراجعه اساسيه. ريدمان سيندروم، ما يسمى بريدمان سيندروم ايضا يؤدي لك الى هذه الحاله انه يصير طبعا ممكن ايضا يؤدي لك الى ثرومبو فيليبايتس او توكسيسيتي نيفروتوكسيسيتي، لكن اشهر شيء يسالون عليه انه شخص احمر ريدمان سيندروم اللي هو يصير يعني تبقع احمر على الجلد بشكل واسع بالجسم فيسحبون يسالون عليه، لكن ايضا يسبب لك مشاكل في الاذن، مشاكل في الكليه، وايضا يسبب لك التهاب الاورده، ممكن ثرومبو فيليبايتس. وايضا عندنا ممكن يسبب لك سايد افكت اقل لكن ممكن يصير اللي هو يسوي لك ايزونوفيليا ويسوي لك سيستميك سيمتوم ما يسمى ب دريس، اكتبها بشكل اوضح،
دريس سيندروم. فهذه تذكروها بالنسبة للفانكو مايسين، هذا الانتيبيوتيك القوي من مجموعة الانهبيت سيل وول سينثيسيس. فنروح على المجاميع اللي بعدها. طبعا هنا بتا لاكتيميز، مرات يسموه بنسلينيز، اللي هو نفس الفكرة، يعني الانزيم الذي يحلل البنسلين. فيعني حتى تفهمون خاف تسمعون هذا المصطلح.